هذا هو البلبول، هذا بلبول، هذا سكر التسكار، وحنا هذا ينتكل بالرايض وينتكل باللبن. مرحبا بكم، انا نصيره بلعزوكي من بديه. اليوم حبينا نوريكم واحد الاكله الشعبيه تاعنا معروفه بزاف وكاع يتشهوها، واسمها البلبول. يخدم بالزعتر، ما فيهش مواد يا ودي، سهله سهله في الدار. خذيناه مع عند قصه تاع عجوزه مدنيه، اسطوره يحكى ان كانت عجوزه هنا مدنيه وقت الثلج، ما تنساوش مدنيه كاع جبال والبرد، وعندنا الثلج كان يوصل للركبه، وكان قليل المراه لا تخرج. امريكيه مرضوا زوج ولادها، جاتهم شغل سعله العوايه، هذه يقولوا لها سعله واعره في لي بومون، شغل ولادها ولا ما يتنفسوش، تقلب تقلب صابت الزعتر. الزعتر هذا يرى ورق، هي وش تدير؟ دقيته، صفاته، غربلاته، صيرته بطبع ولا غبره، وجابت الخبز، جابت الدقيق، وبدات تطلع فيه كسكس. كي ولا كسكس فورته فوت فور الاولى، غير تفورته ودارت الزعتر. كي وجدته كلاو الطاجين الاولاني الزاوج، صابوا عليه ولاو ياكلوا وجيو. خد من ذاك عرقوا 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 حتى شبعوا، خد من ذاك صبحوا يكالبين في الثلج يلعبوك، شغل ما كانوا مرض ما كانوا والو. ثم صابتها حكمه، هذاك ولا يداوي ولا تعطي فيه من الجاره لجاره. احنا جبناه لكم كطبق شعبي ومعروف، حبينا نوريكم كيفيه تاعو. وهو كسكس ما في حتى حاجه تندموا عليها، وبنين بنين بنين، قد ما تاكلي ما تشبعي. وحنا هذا ينتكل بالرايض وينتكل باللبن، هذا واش هو الطبق الرئيسي تاعنا. هذا هو البلبول، هذا بلبول، هذا سكر التسكار، وهذا التبسيبان. احنا نسقيه وناكله، وصحة والعافية.